السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا دائما في افضل حال. شكرا بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم، على التشجيعات ديالكم، وهذا الشيء دليل على ان داكشي اللي كنديرو كاين الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف في الاول وفي الاخير. اليوم في فيديو قصير جبت لكم بسرعه بسرعه جوج دلوينات ديال الكريب، كريب امبريمي بالسقلي وكريب سامبل بنفس الموديل مخدوم بالسيفات المرمه ديال الكليانات دياولي. جيت نوريكم الموديل، تعطوني الراي ديالكم كالعاده وتشوفوا معايا الموديل كيفاش طلع، وضروري خصني نشاركو معاكم. كيف كتشوفوا الصم، هذا الصم الحر المزيان، عريضه مخدومه بزواق المعلم. كيف كتشوفوا الخدمه، لا فينيسيون. دائما بغيت الراي ديالكم. نصيحه بالنسبه اللي بغات تخدم هذا الموديل، ما غاديش نهضر على التوب، مي غادي نهضر على الخدمه اللي كتعنيني بدرجه اولى. بالنسبه للخدمه دائما تانسيستي، تاكدي سواء خيتي عندنا او خيتي عند غيرنا، تاكدي على المرمه او السفيفه ديال الصم اللي الحر كيكون رطب ولي كولور ديالو كيكونوا باينين، هذا هو المهم. دابا كنعاود وكناكد على السفيفه، السفيفه المرمه المزيانه الحره كتكون رطبه، ما كتكونش واقفه، باش تعرفي شنو كاين. كتكون رطبه وحتى الخدمه ديالها كطيح مع الثوب، الثوب ديجا نازل خاصو المرمه، وميمطو هي مزيانه وفي الوقت كتجي ليس مع الثوب. كيف كتشوفوا مع الموديل كيف طايحه. نتمنى الموديل يعجبكم، تعطيوني الراي ديالكم دائما كيف كنقول لكم في لي كومونتير. ودابا نشوفوا عاوتاني في الموف، راه نفس الخدمه، شوفوا لي مع هاد لاكولور كيفاش جاني هذا الذهبي. كي كتشوفوا الخدمه كي جاكم الدوغي في هذا الموف رائع. درت لها هاد لاتوش في الافتتاحي وخلاص، وصايبت لها واحد الافتتاحات. حاولت بعدي باش يبان الموديل مزيان للناس، هكاك مزيان وخلاص. ودرت لها الافتتاحات حتى هي بالمرمه رقيقه شويه باش ما تجيش شويه كبيره باينه. بعدي شي شويه لهي باش يجي واضح، وفي هاد الموف دوزي هكا باش يجي انفاس معاك باش الناس تشوف. درنا له هاد البيبينه كيف كتشوفوا باش ما نخليوش التفيفه غير بوحدها مع زويوقات من هنا. يقدر يتلبس واقف ويقدر يتلبس بحزام هكا. نتمنى الموديل وكنتمنى هاد الموديلات يعجبوكم ويعجبو اكيد بعدا مولاتهم هي الاولى. عطوني الراي ديالكم، دائما انا كنتسنى الاراء ديالكم في التعاليق. وبصحة مولاتها، وفي نهاية الفيديو شكرا بزاف على الدعم وعلى التشجيعات. نتلاقاو في فيديو اخر مع موديلات اخرين ان شاء الله، موديلات اخرين خاصين بالتنبات مع كليانات اخرى وموديلات
أخرين إن شاء الله لمحال. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو لاحق.